يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. مائل الحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 27، الصغرى 19، الإسكندرية 26 17، مطروح 25 16، بورسعيد 26 18، الإسماعيلية 28 17. وننتقل إلى السويس، درجة العظمى 27 والصغرى 18، العريش 26 17، طابة 29 20، شرم الشيخ 30 21، الغردقة 30 20. وإلى الأقصر، حيث تكون درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16، أسوان 31 18، الوادي الجديد 29 16، شلاتين 30 25، حلايب 26 23. والآن نستعرض مع حضراتكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.